بعض الناس يقول عند الرمي يعتقد بأنه يرمي الشيطان، ما قصة ذلك وما حكم هذا مأجورين؟ لا يرمي الشيطان وإنما يذكر الله، فهو الرمي ذكر لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من ذكر الله. نعم.